اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار في ملعب الاهلي اليوم. نجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن؟ ازيك يا كابتن حضرتك ايه؟ الله يخليك. كله تمام؟ انت طيب؟ كل سنه وحضرتك طيب. رمضان كريم. الله اكبر. الاسره جميعا دايما. ايضا النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كل سنه وحضرتك طيب. طيب ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. كله تمام. ايضا النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ربنا يخليك يا كابتن سامي. ازيك كابتن؟ طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. الله اكرم. ربنا يخليك كابتن فتحي. هبدا بحضرتك. كنا بنتكلم عن قائمه المنتخب. ايه راي حضرتك في قائمه المنتخب؟ طبعا هو يتحملها كمدرب. نعم. لكن وهتتحملها مصر. لكن طبعا هناك في تحفظات وخلاص. لكن ما تقدرش تقول لان مش هنغير حاجه. تحفظات طيب. لا ابرز في اسماء كتيره كانت لابد ان تكون موجوده. وهو وجهه نظر يعني. انا ما بحبش اعلق على اختيار مدرب وهو دخل على بطوله هو 25 هيختار منهم 23 يعني هيطلع منهم اثنين. هيطلع حارس مرمى وهيطلع لاعب. يبقى 23 ثلاث حراس و20 لاعب. دولت من 25 اللي هو موجودين. فاكيد هو هيتحملها. ويمكن كنا لسه بنتكلم دلوقتي كابتن عادل وكابتن ابراهيم على اساس الماتشين اللي هو لعبهم قبل كده. وكان جايب مجموعه جديده خالص من غير المجموعه دي خالص. غير المجموعه دي كلها. فطبعا احنا مش عاوزين مش انا متحفظ لكن لا اعلن هذا التحفظ في سبيل منتخب مصر. تمام. كابتن عادل راي حضرتك ايه في القائمه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم بدايه لازم كلنا نبقى ورا المنتخب. لكن مش معنى ان انا ابقى ورا المنتخب ان يبقى انا شايف انا رايح اخد خطوه للامام. والخطوه اللي انا باخدها للامام فيها ممكن يقابلني بعض التعثرات. احتمال الراجل مش عارف قيمه البطوله ديت بالنسبه لمصر وهي بتتعمل على ارض مصر. لا ما يعني ما اعتقدش يعني قيمه البطوله هيبقى صعبه جدا يا كابتن. ازاي ده مدرب منتخب مصر وعارف قد ايه يعني كاس الامم الافريقيه اهم بطوله قاريه يعني. لما اكون انا باخد مشوار وانا باخد مشوار بعمل ماتشات اعداد لمنتخب فانا عندي اربع ماتشات دولي. اربع ماتشات دولي وديه. دوليه اوكي. انا بس تقول دوري. انا بقول دوليه. دوليه وديه. معلش ما سمعتهاش. طيب ففي ماتشين منهم اخذنا مجموعه واحنا قلنا هنا في القناه. حضرتك قلت وكابتن ابراهيم اعتقد وكان معانا حضرتك. فقلنا ان الولاد دول مش هيتاخدوا تاني. انا واخدهم ليه؟ مظبوط. اذا انا عايز اخد وليد وعايز اخد المجموعه دي كنت اخدتها. فلعبت بيهم ماتشين ودي قبل كده والماتشين اللي جايين يبقى في نوع الفكر اللي في دماغي انا كمدرب انا حطيته على الورق وحطيته في الملعب. انا الكلام ده ما حصلش. اختياراته في حاجه اسمها اسم مصر وسمعه مصر. فحته ان انا ماليش دعوه. لا ازاي ماليش دعوه؟ دي حاجه بتمسنا كلنا كرياضيين وكلنا كشغالين في ماليش دعوه. لا اللي بيقول ان انا يعني هو اللي هيتحمل في بعض في بعض يعني. يقول لك انا هتحمل. لا ده كلنا الشعب المصري كله بيتحمل طبعا. ولكن هو كمدير فني هو اللي هيتحمل. هو اللي اختار الاسماء دي. حضرتك قلت تحفظاتك او بتقول تحفظاتك قلتها من قبل كده من اسبوعين ثلاثه او من شهر تقريبا في المباراه السابقه الوديه. حضرتك قلت ان في الاسماء دي مش هتبقى موجوده فانت واخدها ليه؟ وقلت ان يجب ان يكون هناك اسماء معينه هي اللي موجوده دلوقتي. طب ما خدتهاش ليه؟ ما خدتش وليه وليد وعبد الله والسليه ورحت ماشيين مره زي نفس الكلام اللي كان بيحصل ايام كوبر وايام برضو اللي قبله برادلي. نفس القصه برضو بتحصل وبتتكرر ان انا باخد مجموعه قاعد تقعد معايا 3 4 سنين وبعدين باجي على الماتشات اللي هي توديني كاس عالم اروح واخد مجموعه ثانيه خالص غير متجانسه. كلنا ورا المنتخب واسم بلدنا طبعا. انت موجود في الباسبور بتاعك في بطاقتك انك مصري. انا كمدير فني لازم اعرف قيمه البطوله دي بالنسبه لمصر. وبالتالي وانا داخل بطوله لازم اكون داخل بكل العتاد القوي بتاعي. ممكن هو دي من وجهه نظري يعني. انا من وجهه نظري من وجهه نظري مثلا يعني هو كان بيتحفظ على احمد فتحي. على احمد فتحي ما خدوش خالص. طب انت خدت وليد. طب عنصر الـ 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 الخبره الـ الخبره والسن. السن. طب انت خدت النهارده وليد. طب مين اللي في رجليه في الملعب دلوقتي بقاله 6-7 ماتشات؟ احمد. طب احمد في البدايه النهارده احمد وصل فين؟ من احسن الاظهره اليمين في مصر دلوقتي احمد. ابتدى ياخد ماتشات وصل لمرحله من النضج. والكلام ده هيحصل وانت في البطوله شغاله ثم والبطوله شغاله في الماتش شغال في معسكر شغال. اللعيبه اللي عندها خبره بقيمه احمد ووليد والسليه والولاد اللي هم عندهم ماتشات دوليه كتير
دول بيبقى ليهم حضور قوي جدا داخل المعسكر في التمرين في الاعداد للمباريات حتى في اداره المباراه والمباراه شغاله داخل الملعب. صح داخل الملعب بيبقى ليهم دور. النهارده مين اللي بيلعب ناحيه اليمين؟ هو واخد مين ناحيه اليمين؟ المحمدي. معرفش عمر بقى عمر جابر واخده يمين ولا شمال ولا الاثنين؟ اكيد واخده شمال لانه هو بيلعب شمال واخده بيراميدز بيلعب. هو واخد بقى الناحيه الثانيه احمد احمد ابو الفتوح. ايوه وواخد يعني واخد احمد ابو الفتوح ناحيه الشمال. المفروض اللي احنا عارفينهم كباكات ليفت وباكات رايت. الباك رايت المحمدي. معرفش هل هو واخد ايمن اشرف سيرد باك ولا باك ليفت برضو؟ هو واخده يمكن واخده الاثنين يعني واخده الاثنين. فانا لما اكون احمد ايمن منصور ما هو باك ليفت ولا سيرد باك؟ طب هو علي جبر ماشي هو ماشي كويس قوي. علي جبر برضو في البيراميدز ماشي كويس جدا. وفي كهربا برضو كهربا ماشي كويس. القنبله بقى اللي يعني محيره الناس كلها رمضان صبحي. رمضان صبحي ده راجل يعني غريبه جدا يعني راجل قوه لا يستهان بها ناحيه الشمال. انت ازاي يعني حتى انت لو مش عايزه حتى بتاخده بديل معاك بحيث ان انت في ماتشات هتبقى محتاج واحد بيقف على الكوره واحد يعمل لك جبهه يعني واحد ياخد صوت الجمهور يرقص لك ترقيصه حلوه. بعدين عواد عواد ماشي كويس قوي في الدوري السعودي. انا برضو مش واخده طبعا كل الكلام ده ولا قيمه له اللي احنا بنقول. صح بس علشان احنا قلنا قبل كده من شهر ونص قلنا يا اخوانا المجموعه اللي انت واخدها دي انت مش هتاخدها تاني. بالظبط وصدقنا في الكلام. طيب انت برضو القوه دي اللي انت ما انتش واخدها انت هتتحملها. طب بعد البطوله ما تخلص ولا قدر الله ما خدناش البطوله لا قدر الله وده مش هيحصل ان شاء الله يعني ولا نتمناه ابدا يا رب. طب مين اللي واقع عليه الضرر؟ هنقول ان احنا قاعدين في استوديوهات بنجامل وما بنتكلمش ما بنقولش الحقيقه. لا يبقى احنا برضو الحلقات دي بتبقى متسجله وعارفه ان كل واحد بيقول من وجهه نظره الكلام السليم اللي احنا من وجهه نظرنا. احنا برضو يعني الناس اللي هي بتقول وجهات نظرها لازم تحترم. وطبعا النهارده هاني رمزي بيرد على الانتقادات بيقول ان احنا اللي بنتحمل. انا بشد على ايده بقول له اتمنى ان احنا ان شاء الله البطوله تكون باذن الله من نصيبنا وتكونوا جدا موفقين وكلنا هنبقى وراكم. بس خدوا بالكم احنا قلنا ان في واحد زي المره اللي فاتت وقلنا الكلام ده قبل ما تعملوا التشكيل يعني قبل انتم ما تعوضوا التشكيل من شهر تقريبا احنا قلنا الكلام ده. تمام كابتن ابراهيم اخد رايك برضو في قائمه انا بضم صوتي لصوت الزملاء. فعلا احنا من شهر كنا قاعدين هنا في الاستوديو وقلنا تحفظات على الاولاد اللي قدم الماتشين الوديين الدوليين الوديين وقلنا ان المجموعه دي فعلا مش هتتاخد في القائمه النهائيه وقد كان. احنا دلوقتي برضو هنقول ان في ناس مش موجودين في المنتخب المفروض انهم ينضموا للمنتخب. طبعا برضو بضم صوتي لصوت الزميلين يعني هم بيتحملوا انما احنا لازم نقول لقينا يعني واحد زي عبد الله جمعه بيجيد في نص الملعب وبيجيد ناحيه اليسار واداؤه مع نادي الزمالك في الماتشات الاخرانيه الحقيقه مستوى جيد جدا اكثر من ممتاز. ده مش الماتشات الاخرانيه من فتره من ساعه ما بدا وحطه من ناحيه الشمال هو الحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا وبيشارك في جميع الماتشات وبيشارك في جميع الاهداف اللي بيحققها نادي الزمالك تحت ضغوط كبيره دفاعيه وهجوميه. نمره 2 محمد هاني بيقولوا ما بيلعبش دلوقتي ما بيلعبش دلوقتي لانه هو النني ما بيلعبش. الراجل بيلعب الماتشات كلها واحمد فتحي كان بياخد اوقات قليله على اساس راجع من اصابه. الاثنين دول احمد فتحي ومحمد هاني احمد فتحي بما له من خبرات واسعه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر او في الماتشات الافريقيه مطلوب جدا في الماتشات دي. محمد هاني بيقدم مستوى جيد جدا الحقيقه. واحد تاني برضو السولية الحقيقة في أسوأ حالاته في خط الدفاع وفي خط الهجوم وابتدى في التلت الأخراني كمان دلوقتي بيجيد وبيحرز أهداف وبيعمل أسيست كويس جدا في الماتشات بتاعة النادي الأهلي. السولية حاجة بيقدم مستوى جيد جدا. طبعا احنا برضو أنا بقول أسماء إنما هو هيتحمل بس احنا شايفين الوضع مش هو لوحده واتحاد الكرة هيتحمل. احنا شايفين إن دول بيقدموا مستوى جيد جدا وكان لازم يبقوا موجودين او متواجدين في القائمه الاساسيه لوحده. يعني مين؟ محمد عواد بيقدم مستوى جيد جدا. عبد الله جمعه رمضان صبحي السوليه محمد هاني دول ابرز. احمد فتحي دول ابرز الاسماء وانا بضيف خالد قمر برافو عليك.
دول 2 4 6 جايب اهداف. خالد قمر بيشتغل في الدوري وكاس مصر. لا وبيشتغل بيشتغل على نفسه، وواضح جدا انه بيقدم الناحيه البدنيه عنده دلوقتي، ما كانش بيجيد الناحيه الدفاعيه، بقى بيجيد الناحيه الدفاعيه وبيقدمها بشكل جيد جدا مع نادي الاتحاد، وبيحرز اهداف كتير جدا، وبيتواجد في خط ال 18 من الناس الجيدين جدا مع نادي الاتحاد، وعامل شكل مع نادي الاتحاد. الحقيقه المجموعه دي كان المفروض انها تتواجد، اتمنى ان بعض منهم يبقى موجود في القائمه النهائيه اللي هتبقى. هو ده ممكن؟ ده ممكن يا كابتن فتحي؟ لا لا احنا دلوقتي خلاص. لا هو له ان هو يغير، بيبعت اسماء 30 واحد وبيختصر الى 23 لاعب، ولو قبل اول مباراه، قبل اول مباراه له مش اول مباراه البطوله، فالبطوله احنا الافتتاح، انه يغير لاعب او اثنين بتقرير طبي. تقرير طبي يعني طبعا تقرير طبي يعني هي حاجه اجتهاديه كده، ان هيقول لك ده مصاب وكده فنغير اللعيب ده مكان اللعيب ده، بس لازم يكون من ضمن ال 30. يعني من الممكن حتى الان ان هو يغير من بعض الاسماء الموجوده. ممكن ممكن عنده. مش مشكله. لا 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 بس لو كان حاططهم من ضمن ال 30 مش من ال 25. اوكي. لازم يكون حاطط 30 ومنهم هم دول. فلو من ضمن ال 30 يغير داخل ال 30. ال 30 يخليهم 23 بقى زي ما هو عايز. يغير يختار اي 23 ولا يختار 25، فال 25 في اثنين هيطلعوا منهم حارس مرمى ولاعب. فده خلاص دي ما فيهاش حاجه، لكن هو اذا كان عايز يغير لاعب تاني بعد ما ينتهي بال 23 لاعب يقول لهم دلوقتي الليسته بتاعتي والثلاثه لازم ثلاث حراس و20 لاعب، ما يقدرش يغير حارسين و21 لاعب او اربع حراس. لابد ان يكون ثلاث حراس لائحه كده و20 لاعب. اذا خلاص بعتهم انتهى يوم المباراه الصبح، لسه المباراه ما بداتش ولا الدوره بدات، يبقى له حق انه غير لاعب من اللعيبه بتقرير طبي. طب لو في واحد ماتشه مش اول يوم الافتتاح، بعد الافتتاح بتاعت ايام جميع التانية، لا تحق انها تغير قبل اول مباراه، ان هو قبل اول مباراه للمنتخب، المنتخب بلده، المنتخب بلده يعني. اوكي. نتمنى يعني احنا قلنا اسماء خالد قمر، محمد عواد، عبد الله جمعه، رمضان صبحي، السليه، هاني، احمد فتحي، وكمان كهربا، اعتقد برضو في كلام كتير على كهربا. السبع ثمان اسماء دول هم الابرز، ان هم يجب ان، او الناس كلها بتتكلم ان هم كان يجب ان ينضموا للمنتخب. كلنا بنتكلم وبنقول، ولكن زي ما الكابتن عادل قال في النهايه كل الكلام ده لا قيمه له، هو ده التشكيل او ده ال 25 لاعب اللي اختارهم خافير اجيري، وبالتالي من هنا سوف نغلق هذه الصفحه تماما ونبدا الاستعدادات لمنتخبنا الوطني خلال بقى ان شاء الله بعد المباريات الدوري. هنبدا بقى نتكلم عن المنتخب الوطني ومسانده قويه جدا لمنتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. خلوني بس اقول لحضراتكم نتائج مباريات اليوم في الدوري العام المصري، لو في نتائج اتغيرت ولا حاجه شباب قولوا لي. ياه نتائج غريبة برضه، هنسمع نتائج غريبة دلوقتي. المصري وتعادل إيجابي مع الإنتاج الحربي بهدفين لكل فريق. إمبي كسبان المقصة 2-1، وسموحة كسبان بتروجيت 2-0، طلائع الجيش كسبان الاتحاد السكندري 3-0، وادي دجلة كسبان حرس الحدود 1-0، وبالتالي برضه كده لو سموحة كسب يبقى عدى، وبتروجيت هو اللي يقع 34 زي ما هو، وحرس الحدود برضو يظل كما هو. ولو النتائج تغيرت هنقول لحضراتكم نتائج المباريات اللي بتلعب الآن. طيب قائمة النادي الأهلي النهاردة كابتن فتحي، 21 لاعب قلناها للجمهور النادي الأهلي، لو حضرتك برضو تعلق لنا على قائمة النادي الأهلي النهاردة. طبعا تقريبا هو في استقرار، بالإضافة بس أنه هو أضاف أجيه أنه رجع، كان الفترة اللي فاتت كان بعيد، وناصر مركب بعيد، فدلوقتي هو من لو هيختار من ال 21 دول يبقى في ثلاثه هيطلعوا حارس مرمى واثنين لعيبه، لكن هو في استقرار دلوقتي، اصبح الفريق في استقرار وفي ثبات، وبنتمنى لهم التوفيق. ان هو بس اخطانا في المباراه السابقه والثلث الاخير الهجومي والفرص اللي بتضيع لابد من استغلالها من اجل هذه المباريات، لأن مباراة بكرة مباراة لا تقبل قسم على اثنين، مباراة الإسماعيلي هو الإسماعيلي، والفرق الكبيرة لها مقياسها وبتلعب بعض صح، وعارفة إنها بتلعب بعض إزاي، ما يغرناش إن الإسماعيلي بيخسر مباراة بالزبط، أو بيتعادل مباراة أو بيعمل، لكن الفرق الكبيرة القمم دي الكلاسيكو الكبير ده مباراة خاصة بين الفريقين، هتشوف شكل تاني الإسماعيلي غير مبارياته السابقة في جميع المباريات. تمام كابتن عادل، برضو لو تعلقنا على القائمة.
هو طبعا القائمه ما فيهاش تغيير. هو احتمال كبير طبعا. هو شاف المباراه الاخرانيه مع الداخليه وشاف ان الاداء الاسماعيلي في المباريات اللي فاتت كانت جزء وماتش الداخليه كان جزء تاني خالص. اداء قوي جدا، روح قتاليه عاليه جدا. يمكن قعد 2 3 مهمين جدا، وبدا انه بيلعب 4 4 2. واعتقد انه محمود جابر اعتقد ان هو الاداء اللي كان بيأدي بيه في الماتش ده كان عامله بروفا، وده اللي قاله للاعيب على فكره في المحاضره، ان الماتش ده هيبقى نوع من التحضير لماتش الاهلي. لانه هو يعرف قيمه وقوه واداء النادي الاهلي في المباريات، خاصه مباريات الاسماعيلي. فبيلعب 4 4 2، كان بيلعب خط الظهر زي ما حضرتك عارف، اسامه ومتولي ومجدي واحمد ايمن، وفي صادق على الشمال، دونجا، عماد، ومصطفى فارس، وبيلعب باثنين شامي وكريم. شامي وكريم بيلعبوا الاثنين على الاطراف، الكريم على ناحيه الشمال والشامي ناحيه اليمين، وبعدين بيدي لهم حريه حركه كامله بيتحركوا بالعرض. وبعدين احيانا كثيره جدا الشامي بيقطع بالعرض من اليمين، بيجي على نص الملعب وكريم بامبو بيروح متحرك له، يبتدي يحطها له. شلونج الماتش اللي فات منزله اخر حاجه و70 دقيقه تقريبا، في الدقيقه 76 دقيقه او 77، في الدقيقه 77 بالظبط. هو شايفه في الماتشات اللي فاتت اداؤه هبط بشكل ملحوظ جدا، ما كان موجود في الاسيوطي او في بعض المباريات. الاداء اللي خلاها هبط قوي كده، والشامي ابتدى مستواه يعلى، ابتدى اداؤه يعلى جدا. فحتى لما كان بيطلع الشامي في الماتش اللي فات كان يعني في نوع من الود كده وزي شبه اعتذار، بيقول انا بطلعك، وطبعا هو كان عالي جدا فنزله مكانه في الدقيقه 77. وكذلك عبد الرحمن مجدي برضه بيعتمد عليه اعتماد قوي جدا ناحيه الشمال، طلع محمد صادق ونزله مكانه في الدقيقه 65 تقريبا، اداله حوالي ثلث ساعه. بيعتمدوا مع الضغط في مساحات في الملعب، وبعدين برضه في الالتحامات، اي كره مشتركه بتبقى بتاعتهم. عندهم ثغرات في خط الظهر سواء الاطراف او في العمق. طب انا هسال ايه بقى بعد كده يا كابتن؟ عايزني اسال ايه بعد كده؟ خلاص بلاش اتكلم. لا انا سالت حضرتك على القايمه. طب انا اقعد بقى بقيه الحلقه، احنا بنستمتع بيك طبعا، لكن هقعد احنا بقيه الحلقه، ما انا عايز اسال حضرتك القايمه دلوقتي دي، هل حضرتك شايف ان كان من الممكن مثلا ان يكون فيها محمد شريف مثلا، بيقولوا متالق يعني، هو ده اللي الناس عايزه تسمعه. هو يمكن مع الصيام انا دخلت في الماتش على طول يعني. سامحني يا اسلام، معلش. لا انا مسامحه يا كابتن. لا انت مش بتسامحني. انا بالعكس، انت مش بتسامحني ابدا. انا بحب اسمعك على طول، بس انا نفسي اسال يعني، انا عايز اسال القايمه الاول، القايمه دي اهم حاجه دلوقتي، وبعد كده هنتكلم على الاسماعيلي وهنتكلم عن الاهلي وهنتكلم، لسه عندنا وقت. عموما القايمه يعني هنتكلم فيها، نقول ايه الاجوال، شريف والشناوي، هاني وفتحي، ما اعتقدش انه هيغير في التشكيل. أيوة. ولا حتى اجيه هيبدا بيه. مش هيغير في التشكيل؟ لا لا مش هيغير. مش هيغير، هيلعب بنفس التشكيل، لان اجيه راجع من اصابه. حتى لو زي ما قلنا في التقرير، اتقال في التقرير ان هو حالته كويسه، كل ما هناك ان هو احتمال كبير قوي بعد وليد ما اتاخد في المنتخب، احتمال يديله فرصه اكتر. وليد سليمان يديله فرصه اكتر، لكن رمضان وازاره ثم حسين الشحات، وفي نص الملعب حمدي والسولية. حمدي لا، حمدي انذارات، مش هيلعب يعني، مش موجود. حمدي لا مش موجود في المباراة. حمدي فتحي مش موجود. هيبقى اكيد يا اما هشام يا اما عاشور. واحد من الاثنين اللي هم هيبقى الاقرب يعني. واحد من الاثنين يا اما حسام. وممكن احمد فتحي برضه خد بالك يحطه في نص الملعب. مش هيغير يا كابتن. مش هيغير. لا ما هرجع لك بقى في النقطة دي. كابتن ابراهيم، رأي حضرتك في قائمة النادي الأهلي؟ وطبعا حاجة جميلة ان هو ابتدى يرجع اجاييه في القائمة. بيقولوا بقاله 3 ايام شريف كان بيقول لنا ان هو متألق يعني. كان محتاج وقت للراحة.
لان الواحد لما بيبقى بياخد ماتشات كتير بتبقى الماتشات متلاحقه بيحصلوا حاله تشبع وحاله شبع من الماتشات وابتدى المستوى بيقل. فهي كان محتاج لوقت راحه، وهم الحقيقه الجهاز الفني اجاد ان هو اداله فتره راحه كويسه وابتدى يدخله تاني، لان جاي من العناصر المهمه جدا في النادي الاهلي لما بيبقى في مستواه. وانا سمعت قبل كده المراسل اللي موجود في النادي الاهلي ان اجاي بقى له 3 ايام الحقيقه بيقدم مستوى متميز جدا، ابتدى يبقى جعان كوره يعني، ابتدى رجع لمستواه الجيد تاني. حاجه تانيه بقى اشيد بيها برضه بالنسبه للقائمه، مصطفى شوبير الحقيقه حاجه جيده من الجهاز الفني، ومن قبله كان احمد طارق برضه، خلينا حضرتك يعني هما بيحطوا احمد طارق ماتش ومصطفى شوبير، الحقيقه عنصرين جيدين جدا وجهاز القطاع الناشئين في النادي بيقدمهم للفريق الاول، والاثنين بروميسنج جدا ان هما يبقوا بيحتلوا عين النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في الفترات القادمه. ده بالنسبة للقائمة، إنما أتمنى إن مروان محسن وأزارو مروان محسن أتمنى إن هو ياخد فترة أطول، لأن لما بياخد فترة قليلة الحقيقة بيقدم مستوى كويس وأحرز هدف، لازم نفسه مفتوحة، لازم أديله أكتر فترة أطول. إنما اثنين وليد سليمان برضه لما بينزل بتحس إن في حاجة جديدة في النادي الأهلي، ابتدى يقدم روح جديدة للنادي الأهلي. فوليد سليمان برضه اتمنى طبعا هو لازم كان يدخل بالتدريج بعد الاصابه، رجوعه من الاصابه، انما دلوقتي متهيألي ياخد وقت اطول لانه برضه اضافه لهجوم النادي الاهلي، واحنا لا نملك رفاهيه اضاعه الوقت مع النادي الاسماعيلي، ولا نملك رفاهيه اضاعه الاهداف ان احنا نضيع اهداف في بدايه المباراه. فالعنصرين دول الحقيقه مهمين جدا انهم يبقوا متواجدين، اتمنى انهم يبقوا موجودين من بدايه المباراه ان شاء الله. كابتن فتحي ممكن ما اعرفش فكره مجنونه يعني، ممكن يلعب بوليد ازارو ومروان الاثنين ولا صعب؟ لا يعني انا بتكلم لا في ممكن المطلق. بس ما يبداش بيهم لا ما يبداش بيهم يعني ما يبداش بيهم، بس هو برضو احتمال ان هو يبدا بمروان على اساس فكره ان مروان ووليد وايمن اشرف والشناوي دول راحوا المنتخب. فيعني اكيد ممكن يعني يديهم ثقه، يديهم انه خلاص راح المنتخب، فلعيب منتخب المفروض انه يلعب. ممكن يعمل العكس ان يلعب بفرقته وبيلعب كده كده هم بيلعبوا كده يعني كده موجودين مع المنتخب مفيش تغيير يعني. خلاص فيلاعب لعيبه ثانيه عشان كل لاعب هتثبت وجوده، لان هي دي هل تاثير او اعلان المنتخب في اللحظة دي هتؤثر على لاعيبة النادي الأهلي اللي ما راحوش المنتخب، زي ما عرضنا دلوقتي بنقول أحمد فتحي، زي ما بنقول رمضان صبحي، زي ما بنقول السلية، قد يكون هناك دوافع يبقى دوافع للمباراة إن أنا أكسب ماتش الإسماعيلي بلعب مع النادي الأهلي، دوافع لإعلان للمدرب إحنا لسه موجودين وإحنا أبقى وإحنا أصلح، وقد يجوز لهم يكون فرصة تانية زي ما قلنا في الأول في النقاش ان سهل جدا ان اللعيب يتغير، صعب ان هو يغير يعني ويلعب، مش يغير ممكن يضيف افرض لو واحد اتعور ولا لا انا بتكلم على الاهلي، هل صعب ان هو يلعب وليد لا أزار لكن وليد ازارو مع من البدايه صعب مروان ما يبداش فيها المباراه، لا يمكن يبدا بها المباراه، لازم يعرف الاول في خلال النص ساعه، في خلال الشوط الاول على الاقل، لو بدا ممكن الشوط الثاني، لكن الشوط الاول استحاله يعني. هيغير مش هيغير في اسلوب لعبه. تمام كابتن عادل، اللي حضرتك بقى كنت بتتكلم فيه طرق اللعب، يعني طريقه لعب النادي الاسماعيلي بتعتمد على الاطراف زي ما حضرتك قلت، على كريم بامبو وعلى محمد الشامي، كيف يمكن مواجهه هذه الطريقه من وجهه نظرك طبعا بالنسبه لدفاع النادي الاهلي؟ هو طبعا بيعتمد على الاطراف ثم الاختراقات من العمق، يعني الجمله اللي دايما بتتكرر انه بقى في اختراقات ما بين السرد باكين وتحركات العرضية، فدي بتسبب ممكن تسبب للفرق اللي هي خط الظهر بتاعها مش منسجم مع بعض واللي مش واخد تعليمات، اللي يكشف الأوفسايد أو يبقى مع الرجل اللي هو بيقطع، بحيث إن هو وهو بيقطع من قدامي أنا كياسر إبراهيم ما أروحش معاه، يبقى بسلمه برافو عليك المكان. أنا لسه هو ده الأهم بقى، إن إحنا ان انا لسه كنت هسال في الموضوع ده، ان كريم بامبو مثلا والشامي زي ما حضرتك قلت بيجروا بالعرض عشان يعني بعد ما شولونجو بينزل او راس حربه بينزل يفضي الحته فبيجري بالعرض، الباك هيجري معاه كل ده ولا هيعمل ايه؟ لا بيسلم المكان، لا يمكن الباك هيجري معاه، يعني الشامي مش هياخد علي معلول ويجري بيه
لا طبعا بالظبط. لا انا بقول كده ليه يا كابتن؟ لانه بكره لو لا قدر الله الناس ممكن تقول لك ايه، هو الشامي بيجري لجوه ففاضي، فليه علي معلول ما جاش معاه؟ فعشان كده احنا بنقول للناس ان لا بيسلم، ما ينفعش بيسلم حسب، بيسلم حسب المكان. وبعدين اعتقد ان الطريقه ديت سهل قوي مراقبتها، لان بتبقى واضحه الجمله، فاكيد المحاضرات اللي سارتي بيأديها للعيبه من خلال الفيديو ومن خلال الشرايط ومن خلال اللي قبل كل تمرين بقول ان الشامي هيجري هنا، كريم بيجري كذا، بيحصل كذا، الجانب الشمال الباك الشمال احمد ايمن تقريبا نادرا ما بيتقدم. برافو عليك صح. بعكس اسامه، اسامه احيانا في صادق هو بيلعبه ناحيه الشمال، بس عنده اثنين لازم يستخدم واحد منهم، صادق وعبد الرحمن مجدي. ما يقدرش يلعب بالاثنين، هو بيكثف في وسط الملعب، ويمكن الماتش بتاع الداخليه كان بيلعبه عشان كده، بيلعب اربعه في نص الملعب علشان بيحضر للنادي الاهلي انه يعمل كثافه في وسط الملعب، عشان كده ما اعتقدش ان الرصارتي هيبدا بمروان لا انا بقول فكره كده يعني ناس كانت ممكن في وقت من الاوقات اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه محتاج. لانه انت مش مفروض ان انت تفقد نص الملعب. الحاجة الثانية زي ما الكابتن إبراهيم قال بالنسبة لوليد، أنا بضيف على كلام الكابتن إبراهيم إن وليد عنده الميزة اللي فيه، يعني في ناس كتير ما بتكلمش فيها. الراجل ده من نص فرصة بيعمل لك هدف. لما نزل ربع ساعة الماتش اللي فات عمل واحدة لأزارو جول 100%، عملها له بالسنتي اللي أزارو لعبها بدماغه، وأعتقد الجول طلعها. بيقدر يشتغل في المساحات الضيقة. إحنا جبنا يمكن الماتش اللي قبليه الكرة اللي صلحها لعلي معلول الهدف سموح. شفت التحضير ده مين يعمله الا واحد بيشتغل في مساحات ضيقه بمهاره عاليه وبمرونه ورشاقه وفكر عالي جدا. فكر تكتيكي على اعلى مستوى. الكلام ده ما بيحصلش الا من واحد بنوعيه وكفاءه سليم. عنده المرونه والرشاقه وعنده الرؤيه في الملعب. انا فاكر له جول عمله اعتقد لازارو في ماتش الزمالك، كره اتعملت له ناحيه اليمين وراح عاملها بوش الجزم الخارجي لازارو وانفرد بالجول، كان الجول الثالث اعتقد من سنه او سنتين. الرؤيه دي لو حد يعني من اللعيبه الاوروبيين جاب جول زي ده او عمل كره زي دي كان هي يعني بيكتب في الموسوعات. عمل يعني تمريره حوالي يمكن اكثر من 40 50 متر رايح على رجل الراجل في المساحه، قطع على الجول يعني بيقول له اتفضل هات جول. وليد سليمان فيه الموهبة دي. طبعا السلية راجل كان بيلعب قبل كده في الإسماعيلي ويعرف زمايله ويعرف تحركاتهم ويعرف إزاي في وسط الملعب الالتحامات وعمليات التكملة في وسط الملعب والتكملة كفيرود. عندهم حاجة تانية كابتن إسلام، وهي أنه في الكورة الثابتة في عندهم عماد بيطلع في الكورنر ومتولي برضو بيطلع في الكورنر، لكن هم ما بيتميزوش بالطول يعني الطول احنا عندنا يعني مش طوال يعني زي علي جبر وزي حجازي وزي يعني الطول بتاعهم. ما اعتقدش ان هم الولاد بتوعنا في الكرات الثابته اعتقد يبقى فيه نوع من السيطره. احمد فتحي ماشي بيدي كل ماتش، كان ابتدى ب 7 من 10، النهارده 7 ونص، 8، الماتش اللي فات 8 ونص. الكرات اللي بالعرض اللي كانت بتبقى فيها يمكن فيها نوع من عدم الدقه ابتدت تتظبط. ليه؟ لانه ابتدى ياخد ماتشات، ابتدى رجليه تاخد الحساسيه، التسديد على المرمى باليمين وبالشمال، التغطيه، الرقابه، يعني الحقيقه عامل جيم انا بحييه عليه. الشناوي نفس القصه برضو، الماتش اللي فات كان عامل الماتش كويس قوي. الراجل الجندي المجهول ايمن اشرف وياسر الحقيقه عاملين تفاهم وانسجام على اعلى مستوى، وتقريبا مفيش حاجه بتروح على الشناوي بطريقه سهله. الماتشين اللي فاتوا او الثلاث ماتشات اللي فاتوا مفيش حاجه خالص بتروح، وده بيدل على ان في انسجام وفي نوع من انواع التوافق، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله تعالى. كابتن ابراهيم، كيف يلعب بقى النادي الاهلي في ظل كل يعني او في الثغرات او بطريقه لعب النادي الاسماعيلي؟ هو بس انا عايز احذر النادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه، اخر ماتشات للاسماعيلي، الاسماعيلي جاب 4 اجوان في اخر ماتشاته، كل ماتشاته من الكوة العرضية. يعني الاجوان اللي جابها 4 اجوان منهم جونين كوة عرضية، وبالتالي لازم الاثنين اللي هيلعبوا مساكين ايمن اشرف ياسر يبقوا واضحين جدا في الحتة دي ويهتموا بحتة الناحية الدفاعية. دي حاجة اولانية. تاني حاجة بالنسبة لبامبو،
بامبو الحقيقه كان مجمد في النادي الاسماعيلي على اساس ما كانش عايز يوقع، ما كانش بياخد ماتشات. لما ابتدوا يفرجوا عنه وابتدوا يديله ماتشات الحقيقه من الولاد اللي بيعرفوا يستغلوا الفرص داخل ال 18، واخر ماتشاته كل ماتش بينزله لازم بيجيب جون، فبالتالي برضه لازم يبقى الرقابه عليه شديده جدا في الناحيه الدفاعيه. ده بالنسبه للتحذيرات بالنسبه للمدافعين. بالنسبه لينا بقى احنا اولا زي ما بيقول الكابتن عادل واضح انهم هيعملوا كثافه عدديه في خط النص. هم بيستغلوا مهاراتهم، ما بيلعبوش من لمسه ولعبه، هم بيحبوا يستعرضوا مهاراتهم الاول الاساسيه. اي حد بيستلم الكوره بيحاول يظهر مهاراته الاساسيه، وبالتالي لو حصل ان احنا ضغطنا عليهم في نص ملعبهم من البدايه ممكن نستغل المهارات اللي هم بيلعبوا بيها ان احنا نستغلها ونقطعها ونقدر ناذيهم في نص ملعبهم. يبقى لازم النادي الاهلي يلعب ضاغط في نص ملعب الخصم. زي ما انا قلت قبل كده ما عندناش رفاهيه اضاعه الوقت في البدايه، ولازم نحجز هدف مبكر عشان يريحنا ويزيل الضغوط من على اللعيب. اللعيبه لازم برضو حته الاتزان النفسي لازم يبقى موجوده عند اللعيبه، ولازم يبقى عنده هدوء اعصاب في بدايه المباراه مع الضغط اللي انا بقول عليه في التلت الهجومي. لازم يبقى عندهم اتزان نفسي ان هم ان شاء الله باذن الله يقدروا يسجلوا هدف. حاجه ثانيه لازم نستغل الاطراف بتاعتنا، يعني علي معلول من ناحيه الشمال، احمد فتحي او هاني اللي هيلعب من ناحيه اليمين، لازم نستغل الاطراف استغلال جيد. ووليد ازارو ربنا يسهل ان شاء الله، والاهداف اللي بيضيعها ان شاء الله لازم يبقى فيه تركيز جامد منه انه يقدر يسجل من الكره العاديه. حاجه ثانيه برضو بحب اقولها، برغم ان احنا دايما بنقول هنا دايما لازم نستغل التصويب على المرمى، انما انا شايف ان برضو في حته او خوف او يعني حته الدقه في التصويب على المرمى مش موجوده، او حته التركيز ما بقتش موجود. لازم برضو مع اللي هيعملوه في نص الملعب ان هم هيضيقوا المساحات على النادي الاهلي، ان احنا لازم حته التصويب تبقى موجود. حته برضو المهارات الفرديه للعيبه، يعني زي ما بنقول وليد سليمان عنده الحته ديت وعنده الحلول الفرديه اللي ممكن يعملها، مع الكثافه العاديه ممكن الحلول الفرديه تجيب نتيجه. استغلال الضربات الثابته من اليمين ومن الشمال، وخاصه ان عندنا ناس كلها عندهم الدقه في الكره اللي قبل الاخيره، يعني وليد عنده ديت، علي معلول عنده ديت، احمد فتحي او هاني عندهم ديت، الدقه بقت موجوده دلوقتي في الكرات العاديه، فاحنا لازم نستغلها في بدايه المباراه. لو قدرنا نستغل الضغط على لعيب الاسماعيلي في بدايه المباراه ان شاء الله باذن الله هنقدر نسجل اهداف وهنزيل الضغوط من النادي الاهلي ويقدموا المستوى اللي احنا بنامل ان هو يبقى ممتاز ان شاء الله باذن الله. هنطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، مباراه النادي الاسماعيلي. الحقيقه قبل بس ما نطلع نشوف التقرير انا اسف يا جماعه لان كان لازم اقول الموضوع ده. النادي الاهلي هو نادي مؤسسي. بمعنى ايه نادي مؤسسي؟ بمعنى ان بيتم وضع مدير للنشاط الرياضي مثلا، يعني مدير للنشاط الرياضي. مدير النشاط الرياضي هو من يختار الأجهزة بالكامل في كل الألعاب، وده اللي حصل. نادي الأهلي حط الأستاذ أو الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وتم وضع الأجهزة ووافق مجلس الإدارة على أن يكون مثلا في الطائرة كابتن محمد مصلحي مديرا فنيا للطائرة رجال، في الطائرة سيدات الكابتن حمدي الصافي. حضراتكم عارفين كل المشكلة هتبقى في حاجتين، في كرة السلة رجال وفي كرة اليد رجال. بالنسبة لكرة السلة رجال تم الاتفاق بالفعل مع مدير فني قدير، هو مصري ولكن مرتبط مع أحد الأندية بعقد لسه لم ينتهي حتى الآن وسينتهي بنهاية هذا الموسم، وبالتالي لن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني إلا بعد نهاية الموسم. ده بالنسبة لكرة السلة رجال، ومدير فني قدير ومدير فني قوي جدا على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي ومعروف دائما بالاسم، ولكن وتم الاتفاق معاه بالفعل وانتهت كل الأمور وسيتم الإعلان عن الاسم بعد نهاية دوري السلة. ده بالنسبة لكرة السلة. بالنسبة لكرة اليد هيكون كابتن عمر شوقي رئيسا للجهاز الفني، وكابتن تامر عادل مديرا لقطاع الناشئين، كابتن عبد الرحيم الأليوبي مديرا للأكاديميات. طيب بالنسبة للمدير الفني
هيبقى مدير فني اجنبي على اعلى مستوى، ويعني المفاوضات مع المدير الفني وصلت الى مراحل متقدمه جدا 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 بالنسبه لكره اليد رجال، وصلت الى مراحل متقدمه جدا، ولكن لن يتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد لكره اليد رجال في النادي الاهلي الا بعد انتهاء التفاوض تماما، ولكن الامور ماشيه بشكل جيد. ده تقريبا تشكيل الاجهزه الفنيه للنشاط الرياضي في الموسم الجديد. كل اللي يهمكم كان او كل اللي يهم الناس طبعا كره السله، حضراتكم قلت لكم ان هيبقى فيها مدير فني جديد وتم الاتفاق معه بالفعل، ولن يتم الاعلان عن اسم المدير الفني الا بعد نهايه موسم كره السله. بالنسبه لكره اليد رجال سيتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد بعد الانتهاء من التفاوض الذي بدا بالفعل ووصل الى مراحل متقدمه جدا، وهو احد الاسماء الكبيره في عالم كره اليد في العالم وليس في مصر. ده كان مهم جدا اللي انا اقوله لحضراتكم، وكان المفروض ان انا اقوله في الاول الحقيقه، ولكن كان لازم ان انا اقوله لحضراتكم. خلينا بقى نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته القادمه في او ضد النادي الاسماعيلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. أنهى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له في العاشرة من مساء الأربعاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 من فعاليات الدوري الممتاز. هذه المباراة تعتبر خطوة هامة نحو تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري، البطولة المفضلة لدى جماهيره التي يتصدر قمتها برصيد 73 نقطة. الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتي لاسارتي ركز في استعدادات المارد الأحمر لموقعة الدراويش على ضرورة الضغط المبكر على مدافع الإسماعيلي لإحراز هدف يربك به حسابات الجهاز الفني الذي يقوده محمود جابر، خاصة أن مباراة الفريقين تحظى بأهمية كبرى لدى لاعبي الفريقين بعيدا عن أهداف كل فريق في البطولة، خاصة أن الأهلي يسعى لحصد نقاط الثلاث لمواصلة الصدارة، بينما الإسماعيلي يعتبر مواجهة المارد الأحمر بطولة خاصة يسعى لحسمها. لاسارتي طلب من لاعبيه التصويب من مسافات مختلفة لخلخلة الدفاع المتوقع من لاعب الدراويش، بحيث يكون التسديد هو أحد أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها الفريق بعيدا عن العرضيات من الجبهتين اليمنى واليسرى في وجود أكثر من لاعب مميز، سواء كان تونسي علي معلول أو أحمد فتحي ومحمد هاني، على أن يتواجد في منطقة جزاء المنافس أي من مروان محسن أو المغربي وليد أزارو. الجهاز الفني جهز أكثر من بديل لحمدي فتحي الغائب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف للإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء بالأخير، حيث يتواجد الخبرة حسام عاشور ومعه أيضا هشام محمد، بالإضافة إلى الجوكر أحمد فتحي الذي يجيد اللعب في هذا المركز، بالإضافة إلى قيادة الجبهة اليمنى التي من الممكن أن يتم الدفع فيها بمحمد هاني. لاسارتي ركز أيضا على تغطية العكسية وإيقاف الهجمات المرتدة للاعب الدراويش وكيفية إيقاف سرعة المنطلق كريم بامبو وأيضا الناميبي شيلونجو حتى ينهي أي تهديدات لمرمى الأهلي، للحفاظ على نظافة الشباك التي ستكون خطوة هامة نحو تحقيق الفوز المبكر. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ما زالت نتائج المباريات، فاضل حوالي خمس دقائق من عمر المباريات التي بتلعب النهارده في الاسبوع ال 33 في عمر الدوري العام المصري. مصر بورسعيدي وتعادل ايجابي مع الانتاج الحربي بهدفين لكل فريق، ام بي فائز على مصر المقاصه بهدفين مقابل هدف وحيد، وسموحه
كسبان بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، وطلاع الجيش كسبان الاتحاد السكندري بثلاث اهداف مقابل لا شيء، ووادي دجله تعادل او حرس الحدود تعادل مع وادي دجله بهدف لكل فريق. وهنقول لحضراتكم بعد نهايه اللقاء اللقاءات الخمسه نتائج هذه اللقاءات. كابتن فتحي، الاهلي يلعب ازاي بكره؟ يلعب ضاغط من الامام، يستنى من نص ملعبه، ماذا يفعل النادي الاهلي غدا؟ شوف يا كابتن اسلام، النادي الاهلي هيلعب الاسماعيلي، الاسماعيلي بيلعب بدون اي ضغوط، مش فارق، ما مش هينزل، بس هو مثلا ماتش الاهلي والاسماعيلي دايما معروف ان هو بالنسبه للاسماعيليه بدون اي ضغوط كنتيجه ان هو ما ينزلش، كنتيجه يعني، او ان هو هياخد بطوله. طب ناخد الميزه دي قدام النادي الاهلي، هل عنده ضغوط؟ ايوه عنده ضغوط، ان لابد ان يفوز، مش لان هو بيلعب للشهره او للدعايه مع النادي الاسماعيلي، هو بيلعب عشان بطوله، يعني محتاج الثلاث نقاط. لكن الاسماعيلي بيلعب كماتش ان هو التحدي او ديربي بينه وبين النادي الاهلي. فالشغل اللي هو هيتعمل مع النادي الاهلي غير الشغل اللي هيتعمل مع النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي هينزل هينقل ويتحرك وكده وحماس. الروح والاداء والاعداد النفسي نعم لفرقه النادي الاهلي هي هتكون مفتاح الفوز بكره، بغض النظر مين اللي هيلعب، اي 11 من ال 21 لعيب هيلعبوا بكره لو تعدوا الاعداد النفسي الصح انهم بيلعبوا عشان يتحرروا من الضغوط اللي هي عندهم، هيقدر انه يوصل وياخد البطوله، لانه بيلعب على بطوله. الضغط العصبي بيؤثر على اداء اللعيبه باي طريقه، لو بتلعب باي طريقه او لو بتلعب باي خطه والضغط العصبي عليك فلن تجدي هذه الطرق في سبيل ان انت ازاي تعدهم اعداد نفسي مظبوط، ان انا بلعب على بطوله وفي الامطار الاخيره وقدامي مباراتين مش ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، مباراتين تديني درع الدوري. نعم. تقول لي طب الماتش الاخير الزمالك، الزمالك خليه على جنب دلوقتي ما بنتكلمش فيه، احنا بنتكلم في الاهلي مع الاسماعيلي، الاهلي مع المقاولين. فلا سارتي هيقدر يصلح مهاره لاعب ولا هيرفع لياقه لاعب في خلال الثلاث اربع ايام الموجودين دول، هيصلح مثلا في انهاء هجمه، هيحفظ جمله، مش جمله لا، من ضربات ثابته، لكن جمله خططيه متحركه صعب جدا في ثلاث ايام يحفظ لعيب يقدر يحفظها له. وبالتالي الاعداد النفسي لفرقه النادي الاهلي لمباراه الاسماعيلي اللي احنا بنقول عليها ديربي هي مفتاح ان اللعيبه تلعب بالامكانيات اللي عندها. مهارات لعيبه النادي الاهلي عاليه جدا، لو مسكنا اي 11 لاعب من هنا هيلعب الاسماعيلي، الاسماعيلي مش احسن، لكن ممكن يكون احسن ان هو مش مضغوط، متحرر من الضغوط. نعم. ودي خطيره جدا ان فرقه بتلعب مش مضغوطه، فرقه بتلعب بحريه، فرقه بتلعب للمكسب، بتلعب للشو، ان انا بلعب ضد الاهلي عايز اعمل عرض. اللعيبه كمان لعيبه النادي الاسماعيلي هذه الفرصه قدامهم للنادي الاهلي ان كل لاعب فيهم يثبت نفسه. يثبت نفسه ازاي؟ انت عارف كل دلوقتي مسؤول لاعب او اللي هو سمسار بتاع لاعب او الراجل الوسيط بتاع اللاعب بيقول له هذه المباراه هي اللي هترفع سعرك وهي اللي هتقلل سعرك في السوق. اذا كنت مع النادي انا مستوايا ايه؟ المباريات الضعيفه الصغيره اللي ما حدش بيشوفها دي ما حدش يعني سهل ان انت تعدي، لكن هنا في هذه المباراه كل لاعب عاوز يعرض نفسه عرض كويس، ومش هيلاقي احسن من النادي الاهلي، اكبر كميه من المشاهده في هذه المباراه، وبالتالي لازم اعرض نفسي كويس، يبقى لازم ازود سعري، يبقى لازم العب بحماس، يبقى لازم العب بروح. اذا الروح اصلا متولده في الاسماعيلي سواء بمدرب او من غير مدرب، لازم يقابلها النادي الاهلي بهذه الروح، روح الفانيلا الحمراء هي بكره مفتاح الفوز في اي طريقه وباي خطه واي 11 لاعب حمسوا الاهلي. تمام. اضاف نادي طلع الجيش الهدف الرابع ومتقدم على نادي الاتحاد السكندري في الدقائق الاخيره من عمر المباراه باربعه اهداف مقابل لا شيء. كابتن عادل، اول لما سالتك على مين اللي يلعب في نص الملعب قلت لك ممكن، قلت لي هشام محمد او بديلا لحمدي فتحي، يعني قلت لي هشام محمد او حسام عاشور، ما قلت لك احمد فتحي، قلت لي لا هو مش هيغير في التشكيل. ليه من وجهه نظرك؟ هو مدرب كبير عنده سمعته وعارف يعني ايه ان هو اللي يغير مكان، وخاصه انه الجنب الشمال النادي الاسماعيلي قوي، في كريم بامبو وفي دايما في اختراقات وفي الكرات العرضيه، وهو محتاج لحد بيامن ورا ياسر، وبالتالي احمد فتحي ما اعتقدش ان هو خلاص الحته دي خلاص بقت بتاعته،
وحافظها وماشي كويس قوي. خط الظهر في نوع متجانس متجانس جدا. استحاله استحاله ان هو يلعب في وسط الملعب ويبقى سايب حسام وسايب هشام محمد. سيبك عشان بقى لهم كتير حسام وهشام مع رجلهم مش في الملعب ازاي احمد ما احنا انت غير احمد محمد هاني انت بتشوف في العالم كله بتلاقي لعيب خد الاصابه ورجع من اصابته بينزل ملعب خلاص في العالم كله مش يعني في مصر ما بنشوفش الكلام ده. احنا في مصر يعني في مصر دايما بتلاقي حاجات مختلفه عندنا ما تفهمش ليه. وكلام حضرتك مظبوط 100% ان انت بتلاقي مثلا دي بروين في مانشستر سيتي قعد حوالي 3 شهور ورجع لعب ولعب الماتش كامل بالمناسبه او يعني طلع اخر 10 دقايق. كلوب في ماتش ليفربول الاخراني بتاع برشلونه ملاعب 3 4 جداد خالص، محمد صلاح قاعد وده قاعد وده قاعد منزل 3 هم كسبوه ما كانوش بيلعبوا طول السنه. فحته ان انا زي برضو وليد في تحفظ شويه ان وليد انا كان ممكن ابتدي بيه من 3 ماتشات. كان وليد زمانه النهارده 80% من لياقته البدنيه 90% كان زمانه بقى انما ان شاء الله باذن الله هتيجي يعني. لكن انا بشوف انه خط الظهر ما اعتقدش ان هو هيجي في تغيير لان قبل كده برضو ان سالتني السؤال ده برضو من 4-5 شهور قلت لك مش هيلعب في التشكيل. حتى ايام الراجل كالتيرون برضو قلت لك في خط الظهر مش هيلعب في التغيير لان خط الظهر خلاص بقى هو مطمئن ان انا الاربعه دول علشان يجي هدف بيبقى فيه صعوبه قوي. مقفلين كويس، عاملين الزون كويس، عاملين الرقابه كويسه في الكرات العرضيه معظمهم. ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي دايما بنعلمها للاعبتنا سواء في الممتاز او في الولاد الصغيرين انك انت والكره بتتلعب بالعرض ما بتبصش للكوره، بتبقى باص على الراجل اللي معاك. الراجل اللي معاك بيبقى فيه نوع من التوازن، عينيك طرف عينيك على الكوره والطرف الثاني على الراجل اللي انت ماسكه. انما انا ببقى باصص يعني في كوره الماتش اللي فات في 2 من انبي دخلوا في كره عرضيه والاثنين راحوا قلشينها ويمكن رمضان زعق وكده. الكره دي على طول هتلاقي لسارتي بيعيدها لايمن وبيعيدها لمعلول وبيعيدها لياسر. الاثنين دول بتوع مين؟ بتوع فلان وبتوع فلان. وبالتالي انا وانا والكره بتتلعب بالعرض لابد ان انا طرف عيني على الكره والطرف الثاني على الراجل اللي المدير الفني مديني التكلفات بتاعته. في حسام عاشور استحاله ان هو يجيب احمد فتحي وفي هشام محمد وفي حسام عاشور. دي هتبقى يعني ضربه قاسمه للاثنين وما اعتقدش ان الراجل هيبقى محتاجهم جدا في الماتشات اللي جايه. يعني برضه هيبقى محتاج لبديل احتمال اي حد بياخد انذار ثاني. عمرو السوليه ممكن في وقت من الاوقات ياخد انذار لا قدر الله ولا حاجه. فدايما يبقى حسام عاشور هو كابتن فرقه وعنده من الصلابه ومن القوه ان هو بيقدر يظبط نص الملعب. الماتشات دي بالنسبه له بتبقى حاجه يعني متكرره مئات المرات وبالتالي ما اعتقدش انه هيلعب في التشكيل. تمام. رمضان صبحي اجاييه هيبقى بديل ما اعتقدش انه هيبدا بيه. هيبدا بنفس التشكيل لعب بالماتش اللي فات ولكن يمكن بتكلفات مختلفه شويه. التكلفات دي هتبقى بيدي زي ما برضو الماتش اللي فات في بعض الفترات حسين الشحات ما كانش بيبقى ملتزم بالطرف. بتبص تلاقيه بيقطع لجوه وبياخد الكره بيروح لجوه وابتدي يعمل نوع من انواع التحركات. كذلك رمضان لما بيستلم بيخش على العمق وشفنا يمكن كره واثنين سددهم يمكن واحده منهم عليت. والماتش اللي قبليه برضو قطع بالداخل عمل جول ومره ثانيه راح مدحرجها للسوليه والسوليه حطها ولكن خبطت في رجل المدافع. فاعتقد انه هيلعب بنفس التشكيل وان كان الشوط الثاني احتمال كبير قوي هيدفع بمروان ووليد وان شاء الله يكون من الشوط الاولاني ولادنا زي ما الكابتن ابراهيم والكابتن فتحي قالوا انه يبقى فيه هدف من البدايه. تمام. هدف من البدايه هيبقى مش معنى كده هدف من البدايه انه بينهي الماتش، ده بالعكس. هدف من البدايه لاعبتي بتبقى عايزه تجيب الثاني وده السمه المميزه للاعيبه النادي الاهلي. يجيب جول عايز الثاني، الثالث، الرابع ودي سمه البطل. تمام. كابتن ابراهيم برضو دايما النادي الاهلي بيلعب من على الاجناب والنادي الاسماعيلي كذلك. كيف يمكن المواجهه بقى هتبقى ازاي؟ هي في نقطتين بس مهمين نحب نركز عليهم. اولا خط الدفاع بتاع النادي الاسماعيلي يمكن اكثر خط دفاع دخل فيه جوان، دخل فيه 38 جول. ففي عندهم ثغرات في خط الدفاع، فبالتالي لازم نستغلها استغلال جيد جدا في بدايه المباراه. اولا زي ما انا قلت من البدايه اللعب من على الاجناب هو اللي هيفيدنا في ماتش وبالذات
بالذات زي ما قالوا برضو زمايلنا الكباتن هيعمل كثافة عددية في نص الملعب، لازم نستغل دي بالضغط على النادي الإسماعيلي في التلت الهجومي، ولازم نستغل الأجناب بتاعتنا معلول وأحمد فتحي أو محمد هاني أيهما هيلعب، لازم نستغل الأجناب بأي شكل. حتة الاستغلال الكرات العرضية أزارو لازم يبقى اللي عنده تركيز جامد جدا. وبرضو أنا بأكد على النقطة اللي قالها الكابتن فتحي في بداية الكلام، الاتزان النفسي عند اللعيبة لازم يبقى عالي جدا خلال المباراة ومن بداية المباراة، لأن طبعا لازم الناس كلها تعرف أن في ضغوط على لعيبة النادي الأهلي. إحنا بنلعب على بطولة، واي بنت هيضيع مننا هتبقى مشكله، وبالتالي الضغوط دي لازم تزال عن اللعيبه، ودي واجب الجهاز الفني انه حته الناحيه النفسيه لازم يبقى مجهز لعيبته 100%، وخاصه ان ماتشات النادي الاهلي كلها بتبقى اعلاميا كل الناس مركزه عليها، سواء صحافه او تلفزيون او كل الناس مركزه عليها، فبالتالي كل الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي حتى وهم ما عندهمش ضغوط وعندهم مش نازلين النادي الاسماعيلي، فكل لعيب بيحاول يبين كل مهاراته وكل جهده على اساس بيعرض نفسه قدام النادي الاهلي، وبالتالي لو احنا ما قابلناش دي بالضغط عليهم في نص الملعب ممكن يضيع مننا وقت كتير. يبقى لازم زي ما انا بقول استغلال الكرات العرضيه، زائد نستغل الثغرات اللي موجوده في خط الدفاع، وبالتالي في بدايه المباراه لو قدرنا نحرز جون بدري ان شاء الله باذن الله هنجيب الثاني وهنجيب الثالث ان شاء الله باذن الله، وهيبقى الماتش لينا ان شاء الله والبطوله لينا باذن الله. يا رب يا مساء. خليني اقول لحضراتكم اخيرا نتائج المباريات، انتهت جميع المباريات الخمس لقاءات اللي كانت بتتلعب النهارده. المصري البورسعيدي مع الانتاج الحربي بهدفين لكل فريق ليصعد النادي المصري من للنقطه 49، وامبي والانتاج الحربي بيصعد ايضا للنقطه 37 وما زال في دائره الهبوط. امبي ومصر المقاصة، بيفوز نادي امبي بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة، وبالتالي امبي يصل للنقطة 39 وخلاص خرج من دائرة الهبوط. وطبعا مصر المقاصة بيظل هو في يملك من النقاط 45 نقطة. تالت المباريات، سموحة بيفوز على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء ليصعد سموحة للنقطة 38 وبرضه بيخرج من دائرة الهبوط رسميا كده، وبتروجيت يصل للنقطة أو يظل كما هو للنقطة 34 وتبقى مشكلته أو تكبر مشكلته أكتر خلال المباريات القادمة. بتروجيت فاضل مباراة واحدة أمام نادي المقاولون العرب. طيب المباراة الثالثة انتهت أيضا، طلائع الجيش أو الرابعة انتهت، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري، الطلائع بيفوز على الاتحاد السكندري برباعية مقابل لا شيء، نتيجة غريبة جدا، وبالتالي أيضا طلائع الجيش خرج من دائرة الهبوط ويصل للنقطة 40. الاتحاد السكندري بيظل في النقطة 36 وبرضه يظل مشكلة عنده في موضوع الهبوط. آخر المباريات تعادل وادي دجلة مع حرس الحدود، أو تعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف كل فريق، وبالتالي أيضا حرس الحدود يصل للنقطة 36 ووادي دجلة بيصل للنقطة 37 وما تزال كل الفرق دي في دائرة الهبوط. اللي يصل للنقطة 38 يبقى عدى دائرة الهبوط تماما، لكن احنا عندنا وادي دجلة 37، الانتاج الحربي 37، الاتحاد السكندري 36، الجونة 36، حرس الحدود 36، سموحة وصل للنقطة 38 وعدى خلاص. بتروجيت في مشكلة 34. حرس الحدود عنده 36 نقطة، بتروجيت 34 نقطة، وبالتالي هي دي الفرق يعني بتروجيت وحرس الحدود والجونة والاتحاد السكندري والانتاج الحربي ووادي دجلة. الخمس فرق دول هم الصراع ما بينهم وما بين بعض، من سيكون او من سيرافق الداخلية والنجوم الى قسم الثاني في الموسم القادم. نتمنى يا رب كل التوفيق لكل الأندية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي بكره. ما تنسوش بكره مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، هنكون مع حضراتكم بدايه من الساعه 9 تماما، هنكون مع حضراتكم هنا في قناه النادي الاهلي لنقل ساعه ما قبل المباراه، وكالعاده دايما نكون مع حضراتكم بعد نهايه المباراه. اشكركم وان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه 9 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.